الأجواء الحالية لتدريب النهاردة؟ بالفعل فيروز، التمرين بدأ الساعة 5:30، بدأوا كابتن حسام البدري بتعليمات في بداية التمرين، كشف فيها عن أوجه القوة والضعف في فريق طموحة. بعد كده بدأ التمرين بالإحماء وتمرينات بدنية، وفي الوقت الحالي قسم كابتن حسام البدري الفريق لمجموعتين بيأدي بعض التدريبات او الجمل التكتيكيه اللي هو هنشوفها ان شاء الله باذن الله في الماتش، في ماتش سموحه. نعم، طيب هل اظهر التمرين ملامح تشكيل الاهلي امام سموحه ولا لسه؟ هو بالفعل بعد قليل ان شاء الله باذن الله هنشوف التقسيمه، هتبان اكتر، هيبان ان في تقسيمه النهارده وفي تمرين بكره هيبقى في تقسيمه برضه. لكن اللي اتاكد طبعا غيابهم عن المباراه احمد فتحي الحصول على 3 اصابات، سعد سمير الاصابه في العضله الاماميه، لكن كل اللعيبه جاهزه وكلهم في التمرين دلوقتي وبيأدوا التدريبات بروح عاليه جدا، وكلهم اصرار على انهم يجتازوا ماتش سموحه ويوصلوا الدور النهائي ان شاء الله باذن الله. حازم البرعي من وراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معانا عبر الهاتف، اكيد كل التوفيق للفريق الاول.